طيب دلوقتي بقى هنروح لخبر تاني، وهو نتكلم كده عن فاكهة مهمة جدا ومفيدة جدا لصحتنا. الكرز من الفواكه اللي مش منتشرة طبعا بشكل كبير، وكمان الناس مش بتفضلها قوي، لكن اللي مش بنعرفه بقى عنها ان ليها فوائد كثيرة جدا، ولازم انها تكون فعلا موجودة في نظامنا الغذائي اليومي. وده اللي نصح بيه كل اخصائيين التغذية، لانهم بيعتبروا الكرز وجبة خفيفة صحية في الصيف، لانها كمان بتقلل من خاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وكمان بتساعد على خفض الوزن. طبعا من المعروف كمان يا دينا عن فاكهة الكريز إنها غنية بمضادات الأكسدة، وليها قدرة كبيرة في المساعدة على النوم بشكل أفضل، لأن مكوناتها مليئة بالأحماض اللي بتساعد في علاج الأرق وتحسين الحالة المزاجية. ومن الخواص المهمة كمان الكريز إنه بيساعد على خفض علامات الالتهاب في الجسم، وإن أكل الكريز بشكل منتظم يمكن إن هو يدعم صحة المفاصل وبيقلل من حالات الالتهاب اللي بتصيبها. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الكريز وأهميته من دكتور أحمد دياب، استشاري علاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. وصباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد يا ياسمين، صباح الورد يا دينا، وصباح الورد على كل السادة المشاهدات والمشاهدين. صباح الفل. طبعا يعني معلومات جديدة علينا جدا، أول مرة نعرفها عن الكريز وعلاقته بالمفاصل وعلاقته بالأرق، ده شيء عظيم جدا. خلينا نتكلم عن أهمية أكل كمية مناسبة من الكريز، إيه أبرز فوائده على الصحة العامة للجسم؟ الكريز بقى من الفواكه المفيدة لكل أجزاء الجسم، يعني تعال نجيبها من اول الشعر لغايه الرجلين. هنلاقي مثلا انه الكريز بيحتوي على عنصر اسمه عنصر النحاس، وده من العناصر اللي بتاخر الشيب المبكر للشعر. عظيم، ده البدايه. بالاضافه كمان انه بيحتوي على فيتامين اسمه فيتامين الف، وده اللي بيمنع تساقط الشعر. نسيب الشعر وننزل تحت شويه نخش على المخ. هنلاقي ان الكريز بيحتوي على ماده اسمها الانسوفيانين، ودي بتحسن الذاكره القريبه. اللي هي ايه الذاكره القريبه؟ اللي هو الواحد يصلي العصر ومش فاكر هو اتعمل ثلاثه شورت تايم ميموري، يقوم يعيدها تاني، او بعد ما يخش ويقفل باب الشقه يقوم يبص يشوف انا قفلت ولا لا. دي الذاكره القريبه. صحيح، عندنا كلنا دي. الكرز بيحتوي على مواد بتمنع تراكم المواد الضاره على خلايا المخ، فبتمنع بتعمل على الوقايه من الزهايمر وشلل الرعاش. بالاضافه زي ما حضرتك قلت كده انه بيعالج الارق، لانه بيحتوي على ماده اسمها الميلاتونين، ودي اللي بتحسن من نوعيه النوم ومده النوم، تخلي الواحد ينام فتره اطول ويخش في النوم العميق لو انتظمنا في تناول الكرز. يعني بيعمل استرخاء وبيخلي بيساعد الانسان ان هو ينام نوم زي ما حضرتك ذكرت، نوم عميق، فده طبعا بيبقى مفيد جدا للجسم. طيب بالنسبه انه كمان قادر على تعزيز صحه القلب والاوعيه الدمويه، ازاي ده يعني بيعمل ايه مثلا؟ يعني قبل القلب عايز اقول لحضرتك مثلا لو نزلنا للبشره شويه هنلاقي انه بيحتوي على عنصرين مهمين قوي، اللي هو عنصر الزنك وفيتامين سي، ودول بيخشوا في تكوين الكولاجين بتاع البشره. فبيؤدي الى تاخير التجاعيد المبكره. تعالى بقى ننزل على القلب. القلب هنلاقي انه ليه وظائف كتيره قوي. اول حاجه بينظم ضربات القلب. ثاني حاجه بيخفض ضغط الدم المرتفع لانه بيحتوي على عنصر البوتاسيوم. كمان بيحتوي على مواد اسمها البوليفينول اللي بتقلل من الكوليسترول والدهون الثلاثيه الضاره، وبتمنع تراكمهم على جدران الشرايين. لو جينا مثلا يا جماعه نبص على فوائد الكرز مثلا للعظم، هنجد ان هو بيحتوي على عنصر المغنيسيوم، وده زي ما كلنا عارفين المغنيسيوم بيساعد على ترسيب الكالسيوم في العظم، فبيعمل على الوقايه من الهشاشه، خاصه الجماعه كبار السن بعد سن ال50. الكرز كمان لقوا ليه فايده جميله قوي، انه بيقلل من اليوريك اسيد، فبيقلل الانتظام في تناول الكرز في الموسم بتاعه. بيقلل من نوبات النقرس بنسبه 35%. يعني لو احنا شربنا كوبايه عصير كرز على الريق، بعد 5 ساعات اليوريك اسيد بينزل بنسبه 35%. بصراحة فوائده يعني احنا اكتشفنا مع حضرتك ان فوائده فعلا مهمة جدا، وفعلا لازم نحرص على تناول الكريز، يعني خصوصا ان ده الموسم بتاعه دلوقتي. احنا في النهاية بنشكر حضرتك جدا دكتور احمد دياب، استشاري علاج السمنة والنحافة والتغذية العلاجية، شكرا لحضرتك جدا.